السلام عليكم ورحمة الله مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا الفضاء الإخباري المباشر الجزائر اليوم. الساعة الإخبارية تأتيكم على الهواء مباشرة مشاهدينا، والبداية بالعناوين. نفوق عشرات رؤوس الأغنام بالمدية لاشتباه إصابتها بالحمى القلاعية، وصور صادمة لفلاحين يتخلصون من أطنان محصول البرتقال للحفاظ على ارتفاع أسعارها. ثلوج وأمطار وانخفاض في درجات الحرارة ابتداء من هذا الخميس، والأرصاد الجوية تحذر من رياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر على كامل المناطق الشمالية. أربع نقابات مستقلة في قطاع التربية تنسحب من ميثاق الأخلاقيات. تصعيد جديد ينهي هدنة عام مع بن غبريط، وأئمة المساجد يدخلون في احتجاج العمائم البيضاء. رغم المصاعب المالية، زيادات في أجور 120 ألف عامل بسوناتراك مطلع العام المقبل، والتقدور يعلن عن إجراءات استثنائية لوقف نزيف الإطارات نحو الشركة الأجنبية. محسن من ولاية باتنا يحول بيته إلى دار لاستقبال مرضى السرطان وعائلاتهم عبر 16 ولاية. إقامة في أحسن الظروف وأدوية مجانية برخصة من أطباء وصيادلة. مشاهدينا أهلا بكم. إذن بداية بهذا الحادث المأساوي، حيث توفيت 5 نساء اختناقا بأحادي أكسيد الكربون بعين الترك ولاية وهران وفق ما أفادت به مصالح الحماية المدنية. المعلومات الأولية تؤكد أن سبب الوفاة مرده تسرب للغاز من سخان مائي في منزل المتوفيات ما أدى إلى اختناقهن، وتعد هذه الحادثة الثانية في أقل من أسبوع بعدما لقي أربعة أفراد مصرعهم الجمعة الماضية اختناقا بالغاز وسط مدينة غليزان. وتشير أرقام الحماية المدنية إلى أن أحادي أكسيد الكربون تسبب في وفاة أكثر من 100 شخص منذ بداية العام الجاري. هدا وتسببت حمى مجهولة في نفوق أزيد من 100 رأس من الغنم بقرية بئر مسعود ببلدية أولاد معروفة جنوب ولاية مدية. الحمى التي أصابت الأنعام يرجح البياطرة أن تكون حمى قلاعية في انتظار نتائج التحاليل المخبرية. وبناء على شهادات المربين في ولاية المدية، فإن المرض الغريب يؤدي إلى الموت السريع للخرفان مباشرة بعد الولادة، حيث يصابون بقروح، مما اضطر فلاحي المنطقة إلى عزل الخرفان المصابة في انتظار النتائج والإجراءات التي ستتخذها مصالح الفلاحة بالمدية. المال هذا راك تشوف راه عدو 20 يوم اللي بدا يموت. الصباح كي نوض نلقى 5 6 موتى، يطيح لاباس عليه حتى نطيح يموت في البلاص، يطلق المام في مو طيح. وراك تشوف مات وراها كاع مرضى تضلع. هذا المال رانا خسرنا عليه 20 مليون دو. هذا النهار تاع مر ما كان والو، قد ما ندوه يزيد يموت. ما ناش مال فين نشوفوا هذا المرض. حكمنا عدوة 20 يوم اللي حكمنا. شحال ميتيكم حتى درك؟ راها تقريبا 100. تقريبا 100. كل يوم موتوا 10 12 10 12 كل يوم. إيه. جا لكم الطبيب ما جاش تعمل؟ جا الطبيب البيطري هنايا ولكن قال لنا الحمى القلاعية. الحمى القلاعية. قال لنا الحمى القلاعية. حنا مش عارفين كيفاه كاع صارت هذه المشكلة. من بعد الصباح كي نوضوا دايما لقوا 5 خرفان 6 موت. ما عرفناش كاع منين. حتى وجبنا الطبيب وكلش بصح ما كان والو، ما دار لها والو. رانا حادين الشياه مرضى دايرين وحدهم، والاخرين طالقين سارحين كيما راك تشوف، حادين كاع وحدهم. خرفان ما مشيين نقوا في موتهم، كل واحد نقوا فيهم كاع وحدهم. مش موافقين نشوفوا كيما قاعدين.
كل عام 400 300 خروف ما تسرناش كاع كيما هكا، يموت واحد ولا زوج ما يسر ما تسيرش كيما هكا. ما رحتوش للسوق ولا غاتولوا؟ لا ما نروحوا للسوق ما نشرو ما نبيعوا والو، طول كيما هكا هذه قلمنا وحدها كيما راك تشوف. اهتز قطاع الفلاحة على فضيحة جديدة أبطلها فلاحون وسطاء من غرب البلاد، حيث أظهر فيديو تم تداوله على نطاق واسع تجار وهم يتخلصون من منتوج البرتقال بحقول بولاية تلمسان. الفيديو الذي تم تداوله عبر الفيسبوك أظهر مجموعة من الفلاحين على شاحنات نقل للبضائع وهم يتخلصون من منتوج البرتقال بحقول ولاية تلمسان بداعي تقليص العرض في الأسواق والحفاظ على المنح التصاعدي للأسعار. ومثل هذه الممارسات ليست الأولى من نوعها، فعادة ما يلجأ بعض الفلاحين إلى إتلاف المحاصيل الزراعية للحفاظ على سقف الأسعار والتخفيف من مصاريف النقل. حضرت نشرية خاصة أصدرها الديوان الوطني للأرصاد الجوية من عودة الأمطار والثلوج على معظم الولايات الشمالية للوطن بداية من يوم الخميس. هذا وتوقعت ذات النشرية تسجيل انخفاض محسوس في درجات الحرارة مباشرة بعد تساقط كميات معتبرة من الأمطار والتي لم تحدد نسبتها في النشرية، لكنها دعت المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر خاصة في اللحظات الأولى من تساقط الثلوج. وفي ذات السياق حذرت مصالح الأرصاد الجوية من رياح قوية تتجاوز 80 كيلومتر على كامل المناطق الشمالية للبلاد. فتحت إدارة شركة المياه والتطهير لولاية الجزائر سيال أبواب محطة معالجة المياه المستعملة بجنوب العاصمة أمام الإعلاميين في أول رد بالصوت والصورة عن اتهامات أطلقها أحد إطارات الشركة بصرف مياه قذرة لمجرى واد الحراش دون معالجة. الشركة عرضت بالتفصيل أمام الوفد الإعلامي المراحل التفصيلية لمسار معالجة المياه المستعملة في ثالث أكبر محطة لضخ المياه في إفريقيا. هنا ببراقي إحدى بلديات ضواحي العاصمة تتواجد ثالث أكبر محطة ضخ للمياه في إفريقيا. هذه المنشأة المائية الحيوية تفتح لأول مرة أبوابها لكاميرات وسائل الأعلام بعد تداول أخبار حول إهمال وتخاذل في صيانة هياكلها. محطة براقي اليوم تلعب دور كبير في مشروع تهيئة واد الحراش، لأنه كل مياه الصرف الصحي اللي تجينا عبر شبكة الصرف من البلديات الوسطى والشرقية للعاصمات لحقنا لهنايا، واللي في الوقت الحاضر قموا بمعالجة 150 ألف متر مكعب يوميا. هذا يكافئ كما قلنا 150 طن من الحماء يعني لابو اللي هي في الحقيقة ملوثات. طاقة الاستيعاب الحقيقية للمحطة بشطرها الأول والثاني هي 300 ألف متر مكعب يوميا، يعني 300 طن من لابو في النهار. وردا على الإشاعات، مصالح شركة سيال المسيرة لهذا المرفق العمومي الضخم تقدم كل التفاصيل والأرقام حول أشغال التهيئة الدورية للمحطة. حاليا أنا نقوم إلا بمعالجة 150 ألف متر مكعب، وفي العام القادم إن شاء الله لما تكون نسبة الربط كل الشبكات اللي تقوم به مديرية الري اللي هو 100% حتلحقنا 300 ألف متر مكعب، بالإضافة إلى محطة الغاية ومحطة بني مسوس اللي راهم يقوموا بحماية الساحل الجزائري. المياه اللي تجينا احنا نقوموا بضخها من بعد في واد الحراش ومن أعالي واد الحراش، يعني على بعد 14 كيلومتر من لهنايا وعلى طول الساحل تاع 18.2 كيلومتر. داخل هذه المحطة تتم أكبر عملية لتصفية المياه قبل أن تحول تلقائيا إلى مجرى وادي الحراش عبر مراحل، بدءا من فحص وإزالة الرمال الزيوت وصولا إلى العلاج البيولوجي. مراحل التطهير، أولا نقوم بعملية الرفع، ثانيا نقوم بعملية نزع الزيوت والشحوم، ثم كل هذا يجوز في أحواض تهوية ونقوم بضخ الأكسجين. بعد ذلك يتم يعني لا ريكوبيراسيون تاع
لي بو اون اكسي الزائده، ونقوموا بمعالجتها فيما يسمى لي ديجستور باش نهبطوا يعني من الكميه تاعها ويتم انتاج غاز السي اش 4 يعني البيوغاز. بعد ذلك يقوم بالتجفيف لا ديزيداتاسيون على 6 الات، وفي المرحله القادمه 12 اله، وهكذا نكونوا يعني تخلصنا من 150 طن من النفايات يوميا. بالدلائل والبراهين تفنيت شركة سيال كل الأقاويل، والمحصلة أن كل ما يعالج من مياه يتم وفق مراعاة كل معايير السلامة الصحية والبيئية. وفي قطاعي التربية، قررت النقابات المستقلة في قطاعي التربية الوطنية تعليق جلسات الحوار واللقاءات مع الوزيرة نوريا بن غبريت في خطوة احتجاجية على ما وصفوه بتردد الحكومة في فتح النقاش مع الشركاء الاجتماعيين. وجاء في بيان للتكتل النقابي تحوز زير نيوز نسخة منه أن وزارة التربية الوطنية تمارس سياسة الهروب إلى الأمام عوض التكفل بانشغالات موظفي القطاع، معلنا الانسحاب من ميثاق أخلاقيات قطاع التربية الوطنية نظرا لعدم وفاء بن غبريط بالتزاماتها تجاه الأساتذة والعمال. هذا وأعلنت وزارة التربية الوطنية أنه قد تم اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتكفل الإداري والمالي بوضعيات مستخدمي القطاع على مستوى كل الولايات قبل غلق السنة المالية. وجاء في بيان نشرته وزيرة التربية الوطنية نورية بن غبريت على صفحتها عبر موقع الفيسبوك أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان تنفيذ مختلف عمليات تسيير الموارد البشرية بالحرص على رفع وتيرة الإنجاز لتحرير المناصب المالية الناجمة عن التقاعد أو الترقية أو الاستقالة أو العزل أو الاستداع وغيرها. وفي هذا الصدد أعطت بن غبريت تعليمات صارمة لمديرية التربية للوقوف شخصيا على سير العملية تفاديا لأي تأخر في صب منح المردودية في وقتها لعدم تكرار ما حصل السنة الماضية. في الجبهة الاجتماعية دائما، قررت التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف، قررت تنظيم وقفة احتجاجية وطنية سلمية لأئمة المساجد تحت شعار وقفة العمائم البيضاء. وأرجعت التنسيقية سبب لجوئها إلى أسلوب الاحتجاج إلى عدم استجابة وزارة الشؤون الدينية والأوقاف لفتح أبواب الحوار الفعلي والجاد لمعالجة القضايا العمالية المطروحة وفقا لقوانين الجمهورية، وكذا نظرا لعدد الوعود المقدمة دون أن يتم الوفاء بها، بينما يتخبط الأئمة وموظفو قطاع الشؤون الدينية والأوقاف في مشاكل لا حصر لها. رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظفي قطاع الشؤون الدينية والأوقاف جلول حجيمي قال في منشور له عبر الفيسبوك إن وزير القطاع محمد عيسى لا يستمع لتوجيهات رئيس الجمهورية. ولمعرفة موقف حجيمي من هذا التصريح أو من تصريحات محمد عيسى، هو معنا الآن على المباشر عبر الهاتف. السيد حجيمي، أهلا بك. يا مرحبا، أهلا وسهلا. السيد حجيمي، لماذا في رأيكم يخالف وزير في حكومة عينها الرئيس بوتفليقة توجيهات القاضي الأول في البلاد؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبعد. نحن بيننا وبين الدكتور محمد عيسى معالي وزير الشؤون والأوقاف انسداد معروف، وهو من أعرض عن هذا وأفصح عنه منذ ما يزيد عن سنة وزيادة، وحاولنا مرارا وتكرارا بإيجاد الحلول المناسبة والسبل الرفيعة لعلاج هذه القضايا العالقة، وأنه هو من دعانا إلى الحوار في رسائل مبينة واضحة سواء على موقعه الرسمي أو على الإدارة المركزية للشؤون الدينية والأوقاف التي راسلتنا وراسلناها في الوقت وبالحسبان، وطرحنا عليها في آخر شيء أن يكون بداية هذا الأسبوع هو الحوار الفعلي. لكن عندما رأينا أن التناقض مع الوزير في كثير من التصريحات الإعلامية وغيرها، وأن هذا لم يكن إلا حوار من أجل الحوار، حذرنا من مغبة الوقوع في أي شيء من هذا الواقع،
وأننا كلنا استجابة إلى تعليمات فخامة رئيس الجمهورية بالحفاظ على الاستقرار والهدوء، ولكن المطالبة بالقضايا العالقة التي بيننا وبين الوزير لا بد أن تجد حلا، فنحن لازلنا على الخط الذي يراه الرئيس فخامة الرئيس في الحوار والدعوة إليه، مع أننا متمسكون بحقنا في الاحتجاج في حالة عدم حالة الانسداد أو عدم الوصول إلى نتائج ملموسة. فإذا كان لزاما على أن الوزارة تكون بالحوار الذي هو حوار بناء وهادف ومضبوط واحترام الشريك الاجتماعي، لأننا بكل صراحة نحن الممثل الوحيد للقطاع وهمشنا أقصى تهميش واستعملت معنا أساليب ليست طيبة على الإطلاق، ولهذا نرفع نداءنا إلى كل مسؤولية الدولة وإلى مؤسساتها أن تأخذ بهذا المأخذ لإيجاد الحلول السلمية. ونقول الدكتور محمد عيسى نحن نريد حوارا جادا فعليا، لا مجرد شعار أو مجرد كلام يتردد من هنا وهناك، مع كل الأدب والاحترام هذه قضايا عمالية نحن نرفعها بعدما سدت في أوجهنا كثير من محاولات أو من المحامين الحوارات الجادة التي تعالج قضايا القطاع العالقة كما أعرب مع الوزير. السيد جلول حجيمي ممثل أصحاب العمائم البيضاء رئيس التنسيقية الوطنية للأئمة وموظف قطاع شؤون دينية، شكرا جزيلا لك. مرحبا. وفي باقي أخبارنا، دعت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المواطنين والمواطنات الفائزين في قرعة حج 2019 إلى التقرب من الدوائر الإدارية أو بلديات إقامتهم لطلب جواز سفرهم البيومتري في أقرب الأجل. نعم، وفي بيان لوزارة الداخلية جاء ليحذر المواطنين الفائزين في قرعة الحج من مغبة التأخر في استخراج جوازات السفر أو التماطل إلى آخر لحظة، لأن الآجال المحددة لإيداعه قد تفوتهم ويحرمون من أداء مناسك الحج، مذكرا هذا البيان بأنه يجب حمل الوثائق الضرورية للظفر بجواز السفر البيومتري في القريب العاجل. أوقفت مصالح الشرطة القضائية بولاية تمن راست شخصين 22 و27 سنة متورطين في قضية حيازة على مبالغ من العملة الأجنبية ومخالفة التشريع الخاص بالصرف. وبحسب بيان لأمن ولاية تمن راست فإن المتهمين عثر بحوزتهما على أكثر من 11400 يورو، حيث تعود تفاصيل والقضية إلى معلومات تحصلت عليها ذات المصالح تفيد بوجود شخصين محل شبهة في تعاملاتهما التجارية. وبعد القيام بالبحث والتحري تم رصدهما بوسط مدينة تمن راست، وتمكنت عناصر الشرطة من توقيفهما، وتم تقديم المتهمين أمام الجهات القضائية المختصة بتمن راست التي أصدرت ضد المشتبه الأول حكما بسنة حسبما حبسا غير نافذ، فيما أدانت الثاني بستة أشهر حبسا غير نافذ. كشف وزير العدل حافظ الأختام طيب لوح عن فتح تحقيق في 67 قضية اعتداء على جزائريين في الخارج، وذلك بعد تمديد الاختصاص للمحاكم الجزائرية في عدة دول. وعلى هامش ملتقى حقوق الإنسان بالمجلس الشعبي الوطني قال وزير العدل إن رئيس الجمهورية يرفض استغلال حقوق الإنسان من أطراف خارجية لتحقيق مآرب تجلت أثارها في بلدان عديدة. تمديد الاختصاص القضائي للمحاكم الجزائرية للجرائم المرتكبة على الجزائريين في الخارج، وذلك بهدف حماية مواطنينا، حيث تم فتح تحقيق حالياً في 67 قضية تخص وقائع اعتداء على جزائريين في الخارج وتفعيل آليات التعاون القضائي الدولي. أعلنت النائب بالبرلمان عن التجمع الوطني الديمقراطي أميرة سليم أن الوزير الأول أحمد أويحيى سيعرض بيان السياسة العامة للحكومة بعد انتخابات التجديد النصفي لمجلس الأمة، مفندة إلغاء العرض بحسب ما تداولته بعض وسائل الإعلام.
أميرة سليم أكدت أن بيان السياسة العامة سيعرض على مجلس الوزراء للمناقشة، وبعدها سينزل إلى قبة البرلمان في أجل 7 أيام. تأكيد جاء من داخل قبة زغود يوسف لتفنيد كل ما قيل حول إلغاء عرض بيان السياسة العامة للحكومة على نواب البرلمان، ليحمل التأكيد موعدا سيعرض فيه الوزير الأول المشروع أمام النواب بعد انتخابات تجديد النصف لمجلس الأمة. راح يكون تأجيل ما بعد الانتخابات تجديد أعضاء مجلس الأمة. للأسف نحن في التجمع الوطني الديمقراطي نقول دائما أنه في وقت اللي لازم بلادنا تحتاج إلى تكاتف كل الأطراف السياسية، لأنه نحن اليوم نواجه تحديات كبيرة على المستوى خاصة الدولي. الكلام الذي أثير حول بيان السياسة العامة للحكومة حرك نواب الأراندي للرد على ما قيل وتوضيح الإجراءات المتبعة والخطوات اللازمة قبل تقديم البيان أمام النواب للمناقشة. لحد الساعة لم يردنا أي شيء، وأكيد بيان السياسة العامة مثله مثل كل مشاريع القوانين اللي تمر عبر مجلس وزاري أو مجلس الحكومة، وبعدها ينزل مباشرة في غضون 7 أيام إلى مكتب المجلس الشعبي الوطني، أين يتم دراسته وتحويله للجنة المختصة في ذلك. التحضيرات إذن جارية لتقديم بيان السياسة العامة أمام نواب البرلمان في وقته المحدد، وكل التدابير متخذة لعرضه وفق الإجراءات المعمول بها، وذلك ما تعمل عليه الحكومة بالتنسيق مع البرلمان بغرفته. امتنع رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمار بن يونس عن إبداء موقفه حول تأجيل الرئاسيات من عدمه. عمار بن يونس أرجع السبب إلى كون المشهد السياسي بخصوص الموضوع لا يزال غامضا حتى الآن، والكل حسبه ينتظر استدعاء رئيس الجمهورية للهيئة الناخبة لتتضح الأمور أكثر. وأكد عمار بن يونس خلال حضوره لتجمع شعبي للطلاب الذي نظم بالعاصمة بمناسبة مظاهرات 11 من ديسمبر 1960 أنه مستعد للتشاور حول كل المبادرات السياسية التي تطرح من قبل مختلف التشكيلات السياسية سواء من أحزاب الموالاة أو من المعارضة، شرط ألا تتعارض مع التزام الحزب بعدم رئيس لاستكمال الصلاحيات. كان نحن كلنا في انتظار الرئيس عبد العزيز بوتفليقة كيستدعي الهيئة الناخبة، وحنا نذكر نفس الشيء، حنا في التحالف الرئاسي مستعدين لأي أطروحة اللي تجي في الساحة السياسية لدراستها ومناقشتها مع كل الشركاء السياسيين الجزائري مهما كان انتمائهم، اما في الأغلبية أو في المعارضة، شريطة أن يكون في استكمال الإصلاحات السياسية. التزام الواحد تاع الحركة الشعب الجزائري هو من الرئيس عبد العزيز بوتفليقة. المجلس الوطني اللي يحدد الموقف تاعنا من الانتخابات، ولما تكون عندنا كل المعلومات فيما يخص هذا السؤال تاعك راح يجتمع المجلس الوطني للحركة الشعب الجزائري وندلي بالرأي تاعنا. قال وزير الاتصال جمال كعوان إن الدولة لن تتسامح مع تجاوزات بعض المواقع الإلكترونية، مشيرا إلى أن القوانين التنظيمية واضحة وستطبق على كل مخالف. الوزير كعوان وفي ذكرى تأسيس جريدة الشعب دعا جميع الفاعلين في قطاع الإعلام إلى التركيز على عامل التكوين بما يضمن حق المواطن في المعلومة الصحيحة. يعملوا في الجرائد الإلكترونية لازم يصيبوا النموذج الاقتصادي تاعهم، الموديل ايكونوميك كي نيكزيست با. هي كونت اون في ان بيبي اون سون اوكيب، واحد اللي يدير جريدة ما يديرها لازم يكون مسؤول عليها. ان شاء الله نصيبوا نساعدوا هاد الصحافة باش تصيب النموذج الاقتصادي تاعها، لانها صحافة المستقبل، لانها صحافة جزائرية، وحنا دورنا ندعموا الصحافة الجزائرية المحترفة. تجاوزات السلطان القانون يا اخي، احنا في دولة الحق، والتجاوزات راهي كي تكون
سواء المواطن او اللي يحس روحه بلي قضيه انقاذ من ابتزاز او شيء اخر يروح للقانون. السلطان هو القانون. الوزير جمال كعوان دعا الصحفيين وكل الفاعلين في قطاع الإعلام إلى التحلي بروح المسؤولية أثناء أداء واجبهم المهني بغية الرقي بالقطاع، كما أكد أن القنوات الراغبة في الحصول على اعتماد ما عليها سوى اتباع الآليات والإجراءات المعمول بها. La responsabilité est très importante. La presse a un devoir et la responsabilité est très importante. Je vois par-ci par-là des. Il faut éviter ce que j'appellerais la déresponsabilisation parce qu'elle va à l'encontre de la presse, elle va à l'encontre de la liberté bien comprise. Et encore une fois, le seul arbitre, c'est la loi. Et la procédure est bien. اللي يحب يدير طلب الاعتمال كاين بروسيدور ماهوش بلا كيما يقولوا بالنبحه تاعنا كاين بروسيدور وصم اونكور اون فوا دون ان ايتا دروا يا اون بروسيدور اللي ريسبكتي الاعتماد يكون. شن تجار مدينة تيبازا إضرابا عن العمل احتجاجا على تبعة المخطط المروري الجديد الذي أثر سلبا على النشاط ومداخل الباعة النظاميين. التجار طالبوا لولاية تيبازا بإعادة النظر في هذا المخطط بما يضمن استمرار الأنشطة التجارية، مهددين بالتصعيد في حال عدم تبني مخطط مروري جديد. هكذا أراد تجار ولاية تيبازا التعبير عن واقع مرير يعيشونه منذ أشهر، فتبعات المخطط المروري الجديد كانت كارثية على نشاط هؤلاء الباعة، فمداخيل اليوم الواحد لم تعد تكفي لتغطية مصاريف الضرائب الكهرباء والغاز. وقفة رسمية على مخطط السير اللي عنده 7 شهور ولا راه متطبق وما خرجش على ناس تيبازا. هذا المخطط ندار ما شاوروا ناس تاع تيبازا، ما على بالهم نظن صباح لقينا هذا المخطط هذا ساري المفعول اللي كاتاستروفيك. لا 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 اتوندي لا لا المجتمع هذا اي سيرفي با اي نو زون ميم با سوليسيتي. قال واش رايكم واش غلقوها لي سونس انتردي اللي كذا من الناس اكزون في سا بور لير كوميرس دي فيا توريزم. خلاو البور اللي تحتها اللي نورمالمون كانت لوندروا توريستيك اللي باين سونتر في اللي باين يديو يرد، إيزون تروفي أون سوليسيون كوم روت أوكسيليار داروها روت ناسيونال، خلاو لا روت ناسيونال اللي تدي برك، باسكو إيزون دي كوميرس أيور بار أيور اللي عندهم، داروا طريق حتى لعندهم، داروا دي رون بوان تحفوا حومتهم، باش هما يخدموا من تما وقتلوا دي زوتر كارتي. أون ديري با أون ديري با كي ليكزيست دي جون اللي قارين في الإدارة هذه، ويهدر على السياحة وكاين مديرية السياحة وليزيميسيون يوري لك البحر صيف كومبلي ولاية تيبازا وي تيبازا، سي فو. واش راكم توريو سي فو لانتيريور دي تي باسا اي كاتاستروفيك. انا عندي ان ريستورون ما شاء الله دو تروا طابل بار جور يا ربي يا ربي يا ربي. دوك تي باسا غلقوها الى يهضروا على السياحه، السياحه في تي باسا ما نقدروش نديروا السياحه في بورغيكا بار اكزومبل، السياحه في تي باسا كي تغلق نتاع الكوميرسون كيفاش تطور السياحة في تيبازا؟ لجوء التجار إلى خيار الإضراب عن العمل وغلق المحلات جاء بعد فشل كل المراسلات الرسمية الموجهة للسلطات المحلية ودعوات التدخل لإعادة النظر في المخطط المروري الساري. أبار رئيس بلدي تيبازا هو اللي جا كلمنا، قال لك يروح يشوف، ما على بالناش، طالبنا رئيس دايرة يحضر، رئيس دايرة يرفض يحضر. وعينا نهضروا وعلينا رحنا عند الوالي عند شاف دايره عند المير توجور كاين دي بروميس دي بروميس دي بروميس، فعلى ارض الواقع ما كان حتى حاجه. هذا مخطط سير هذا خطا. نورمالمون اللجنه هذه اللي دارت هذا المخطط هذايا تعاود تراجع نفسها وتجي تشوف الميدان كيفاش راه. وامام هذا التصعيد رئيس البلديه يتحرك لاحتواء مطالب التجار المحتجين بتقديم وعود تقضي باعاده النظر في المخطط المروري الجديد. الانشغال تاعكم راني خضيته شخصيا والمطالب نتاعكم اليوم ان شاء الله نديه على المسؤول الاول على مستوى الولايه اللي راح يتحاور معاه باش الانشغالات تاعكم نطرحوهم عليه وان شاء الله ربي يجيب الخير. ولكن ماهوش انشغال حنطبوه في يومين ولا في نهار. اليوم ندرسوا كاين لجنة أمنية اللي حتجتمع معنا مع السيد يرأسه السيد الوالي وأنا كرئيس بلدية نسمع المواطنين تاعي واش قالوا ونراعي أمورهم
وراني نشوف واش هم طالبين وراني نقدر مشاكل نتاعهم. فوضى مخططات المرور وشكاوى التجار لا تقتصر فقط على مدينة تيبازا، فغالبية الولاية الكبرى تعيش نفس الوضع، وضع يفتح باب التساؤل حول جدوى الدراسات التي تقام لتنظيم حركة المرور بالجزائر. تشارك أكثر من 35 مؤسسة اقتصادية جزائرية في المعرض الإفريقي الأول التجارة البينية بالقاهرة. المناسبة تعد أكبر تظاهرة اقتصادية قاريا بحضور نحو 1200 مؤسسة تمثل 34 دولة بأجنحة وطنية. المشاركة الوطنية في التظاهرة تستهدف التحضير لاستحداث المنطقة التجارية الحرة أو التبادل التجارية الحرة الإفريقية التي من المنتظر ربط 55 دولة إفريقية المنبثقة عن قمة الاتحاد الإفريقي المنعقدة في كيغالي وافتكاك عقود التصدير نحو الأسواق الإفريقية. التغطية لمفادة قناة زير نيوز إلى القاهرة فريدة أو فريز بونار والمتابعة لفريدة حمدي. 35 مؤسسة اقتصادية جزائرية من أصل 1200 مؤسسة ممثلة لجل الدول الإفريقية تشارك بقوة في أكبر معرض تجاري إفريقي بالعاصمة المصرية القاهرة. التظاهرة الاقتصادية التي تعد الأولى من نوعها في إفريقيا خطوة لترسيم أفق تصدير جديدة وتعزيز التجارة البينية بين دول القارة السمراء. هو أول معرض إفريقي بين الدول الإفريقية وشارك فيه 34 دولة إفريقية، وكذلك فيها أكثر من 1200 شركة إفريقية، والجزائر حاضرة ب 35 شركة جزائرية في مختلف المجالات. إذن هذا المعرض هو الهدف منه هو تنمية التجارة البينية بين الدول الإفريقية وكذلك تنمية الاستثمارات بين الدول الإفريقية. الهدف الحضور الجزائر في هذا المعرض هو أولا الترويج للسلع الجزائرية للمنتوج الجزائري للبلدان الإفريقية الحاضرة الآن في هذا المعرض. التعريف بالمنتجات الجزائرية وافتكاك عقود تصدير جديدة نحو القارة السمراء هو ما يطمح المتعاملون الاقتصاديون تحقيقه لتوسيع الصادرات الجزائرية. هو فرصة للمتعاملين الاقتصاديين الجزائريين الحاضرين ليكون عندهم اتصالات مع المتعاملين الاقتصاديين الإفريقيين من كل بلدان الإفريقية الحاضرين هنا، حتى تكون فيه إن شاء الله تكون فيه تعاقدات جديدة للتصدير وللاستثمارات والشراكة بين الجزائر والدول الإفريقية. مفاوضات على قدم وساق لتحقيق حلم القارة السمراء من خلال المعرض الإفريقي للتجارة البينية الذي يأتي ليدعم استحداث منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي ستربط 55 دولة إفريقية. حضوري في القاهرة كذلك هو للمشاركة في المفاوضات الوزراء التجارة الإفريقيين لإنشاء المنطقة الحرة الإفريقية المنبثقة على كيغالي في 2017-2018، وكذلك تكون فيه إن شاء الله لقاءات رجال أعمال جزائريين كذلك على المستوى الثنائي، رجال أعمال جزائريين ومصريين لترقية الأعمال بين البلدين، وإن شاء الله تكون فيها كذلك بالنسبة للمتعاونين الاقتصاديين في هذا المعرض تكون فيه إن شاء الله عقود للتصدير والاستثمارات والشراكة بين المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين والأفارقة. التظاهرة الاقتصادية السابعة للجزائر خارج الوطن، وأين بأكبر منصة للمعاملات التجارية والاقتصادية في إفريقيا، محطة جديدة للجزائر لدخول سوق واحدة لأكثر من مليار شخص، ما سيعمل على خلق سوق إفريقية حقيقية وتعزيز التجارة بين دول القارة.
هذا وتعتزم شركة تسير من الأرزي والنفطي إنجاز أول محطة بحرية متخصصة في تصدير المواد الحديدية بطاقة تصديرية أولية تتجاوز 300 ألف طن السنة المقبلة. المشروع يتضمن أيضا توسيع المنشآت الحالية للرصيف البحري للميناء بما يمكنه من استقبال البواخر الكبيرة بداية من النصف الثاني من السنة المقبلة. بعد المحروقة والإسمنت، ميناء أرزو يستعد ليكون أول محطة بحرية متخصصة في تصدير المواد الحديدية بطاقة تصديرية أولية ستتعدى 300 ألف طن سنة 2019. Donc en prévision des exportations, donc on projette bien sûr exporter à partir d'Arzou le rond à béton. Et d'après la société exportatrice, c'est Tosiali Algérie. Donc il y a une quantité de 300 000 tonnes prévue pour l'année 2019. ميناء أرزيو الذي ارتبط اسمه لسنوات طويلة بتصدير الخام بات يتحضر اليوم لمواكبة احتياجات المتعاملين الاقتصاديين في التصدير مسعى أفضى إلى إنجاز رصيف جديد سينطلق في العام لمنتصف السنة القادمة ليترسم بذلك تحول نشاط الميناء واستقبال بواخر من الحجم الكبير لتحميل المواد الحديدية. En 2016 on s'est lancé dans un projet de grande envergure, c'est la construction d'un quai minéralier. Donc ce quai minéralier va recevoir des navires de plus de 150 000 tonnes. 150 000 tonnes bien sûr, c'est du minerai de fer. Le minerai de fer va être destiné au complexe sidérurgique de Tosiali, Algérie. تطوير نشاطات الموانئ الجزائرية الذي أفرزته التحولات الاقتصادية التي تمر بها البلاد دفع بإدارة ميناء بجاية إلى التفكير في إنشاء قاعدة لوجستية بالهضاب العليا تكون بمثابة خلفية للمحطة البحرية تجمع بها المواد والسلع المراد تصديرها ومن خلال هذا الحوض النشط المتخصص في التصدير سيكون بإمكان ميناء بجاية تصدير مليوني طن من السلع في غضون خمس سنوات. نستثمر في زون لوجستيك في ليو بلاتو هي انتر ستيف وبرج بحر ريج بي بي على ان كاباسيتي دو 20 هكتار كي بيرميت دو سابروشي جوستمون دو باسان ايكونوميك ديدي على ليكسبورتاسيون ناتومون لي دات اي لاغريكولتور ليدي سي سا نجيبو حل لي زوبيراتور هادو بور رابروشي اي ميتر ا ديسبوزيسيون دي كونتينور فيت باش كيشارجيوهم ونجيبوهم حتى البورت تاع الجايه بالسكه الحاله ديديا اون لو اسيور موتوهم بوج حتى وين يتشارجا في النافير وهذه الديناميكيه اون لا ديبلويي اون اون اتران لا كونكريتيزي. ميناء بجايه أرزيو سكيكدا جيجل وعنابة إضافة إلى ميناء الحمدانية الذي يرتقب أن يكون بحجم ميناء شانغهاي بالصين باتت اليوم هدفا استراتيجي سطرته الحكومة في مخططاتها لتطوير وترقية التجارة الخارجية بعيدا عن برميل النفط. أعلن رئيس المدير العام لمجمع سوناتراك عبد المؤمن ولد قدور عن إقرار زيادات في أجور جميع عمال المجمع المقدر عددهم ب 120 ألف عامل السنة المقبلة. ولد قدور وخلال ندوة صحفية عقدها بمطار أدرار في ختام مراسم تسليم 4 أجهزة سكانير وتجهيزات صحية لفائدة مؤسسات استشفائية بولاية الجنوب الكبير اليوم كشف عن نية إدارة المجمع إحداث مراجعة شاملة لسلم أجور عمال جميع فروع سوناتراك السنة المقبلة. المسؤول الأول عن سوناتراك برر الخطوة بوقف نزيف إطارات وعمال المؤسسة عن الشركات الأجنبية واصفا الرواتب المطبقة حاليا بسوناتراك بالأضعف عالميا رغم اعتراف ولد قدور بالمصاعب المالية التي تواجه المجمع. Aïe, 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 casse-tête chinois. Mes priorités pour 2019, elles sont énormes. Je voudrais augmenter les capacités de production interne, donc définitivement, on veut augmenter nos capacités. On est en train de travailler sur la JV de trading, on est en train de le faire. Je pense en 2019, ça va aboutir. Il faut inaugurer la raffinerie d'Alger, donc il faudrait qu'elle commence à produire parce que du point de vue gestion, c'est une catastrophe. Ça fait longtemps qu'on aurait dû l'avoir en route. Malheureusement, ça a pris du temps, donc ce sera en 2018. Mais moi, je pense que le chantier le plus important pour 2019,
c'est le chantier des ressources humaines. C'est revoir toute l'organisation des ressources humaines. À titre d'exemple, on a fait une étude pour voir comment les gens, le personnel de Sonatrach est payé dans tous les pays du monde qui ont la même organisation que la nôtre, c'est-à-dire qui ont des NOC, National Oil Company, donc des compagnies nationales de trucs. La Sonatrach est classée dernière du point de vue salaire. On ne peut pas continuer comme ça. La preuve, les dernières années, on a perdu 16 000 employés. Et si on continue à perdre des employés, c'est impossible de pouvoir tenir le cap de qualité que nous avons. بادرت مجموعة من المحسنين بولاية باتنا بتوفير منزل بطاقة استيعاب تصل إلى 40 سريرا لاستقبال مرضى السرطان. هي دار المريض التي تسهر عليها جمعية أصدقاء المريض بباتنا بعد عجز مركز مكافحة السرطان على التكفل بالمرضى خاصة في الليل والاكتفاء بالعلاج النهاري. هذا البيت يوفر متابعة صحية من أطباء متطوعين وكذا صيادلة يقدمون الدواء مجانا على غرار الأكل والنقل بالمجان. في غياب تكفل بإيواء وإطعام مرضى السرطان في باتنا تنطلق رحلة التعب في البحث عن ضمان ذلك، خاصة وأن مركز مكافحة السرطان الذي يستقطب مرضى 16 ولاية لا يحوي أي مرفق لإيواء وإطعام قاصديه. فانطلقت رحلة البحث عن تذليل طالبي الشفاء. جمعية أصدقاء المريض بباتنا جعلت من هذا البيت مرفقا. معروف عن المستشفى هنا نتاعنا باللي ما عندوش لسبيتاليزاسيون، عنده لوبيتال دو جور، كل واحد يدير الأشعة نتاعو يروح يشوف المكان نتاعو. احنا ارتئينا أن نقدم خدمة لهذا المرضى اللي يجوا من الولايات البعيدة، أنه المبيت والأكل والشرب والنقل، حيث أنه جينا المريض وكل شيء مجان لوجه الله سبحانه، نبتغي بين الحالة والحالة. كان اللي يدير 25 مرة وكان اللي يدير حتى 35 مرة، يعني الإقامة نتاع المريض هذا كانت تدوم حتى 45 يوم، من 35 يوم لغاية 45 يوم هنا. بطاقة استيعاب 40 سرير يضمن إيواء وإطعام قاصديه مجانا عبر تبرعات المحسنين في مخزن يضمن تلك الضروريات، ومتطوعون للطهي والسهر على مرتدي الدار. عندي بعض المحسنين الله يجزيهم كل خير، وهنا بالمناسبة نتقدم لهم الشكر وربي يبارك لهم في مالهم وأولادهم وزواجهم. يجيبوا احنا اللي نروحوا عليه منين بدينا من 2015 لغاية اليوم، يعني راهم معنا باليوم. وما خصوا بالذكر شركة حضنة عمراوي ربي يجازيه، وأخصوا بالذكر الأخ عيساوي طارق فيما يخص الحليب تيفرالي هذا، وأخصوا بالذكر مجموعة اللحوم تاع مؤسسة الرخاء تاع عين ياقوت، ولا خويا فواز الله يجازيه ويجازي المحسنين. هذو يعني ما خلوناش، يعني قال نحتاج كذا والله قبل ما يدير ليفريزون تاعو أول حاجة هو يبدع ليا لله في سبيل الله. الأمر لم يتوقف عند هذا الحد. صيدلية من تبرعات المحسنين يشرف عليها مختصون لتقدم الدواء مجانا أيضا. قضية جمع الدواء يكون عن طريق المواطنين، المواطن تاعنا يجي يدي الدواء، يديه الأدوية واللي يبقى له مثلا ما يشربوش الكل يجيبوه هنا عندنا. احنا هنا بدورنا كاين بعض المتطوعين من صيادلة وشبه طبيين وممرضين يجيو العشية نشوفوا المنتهي الصلاحية نتاعو نطيشوه ونشوفوا اللي لازم يتحفظ في الثلاجة نلوحوه ونعاونوا الناس. وكان بعدنا أدوية اللي غير موجودة في السوق، وخاصة اليوم المريض يعاني من ندرة الماء الدواء. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. وفي رحلة تذليل معاناة أصحاب المعاناة تكمن روح الإنسانية في أسمى معانيها، وإن كانت أول الفكرة حلم فبذرة الخير طرحت بباطنة أوراقها. أنهى وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات مختار حزب الله اليوم مهام المدير العام للمستشفى الجامعي خليل عمران بولاية بجاية البروفيسور عبد المالك دانون. قرار التنحية تبعه تعيين مدير الوسائل والتجهيزات جمال مراد خلفا له بالنيابة، فيما أنهى الوزير مختار حزب اللوي مهام الأمين العام لذات المؤسسة الاستشفائية. وذكر مراسلنا من بجاية أنه لم يتم الكشف بعد عن أسباب وخلفيات الإقالة، إن تعلقت بالتقصير في التسيير أم أنها لدواعٍ أخرى.
خدمنا باللي عطانا ربي يعني بالكفاءات اللي عطانا ربي كامل يعني حطيناهم في الميدان وحققنا حوايج وبالك ما حققناش حوايج اخرين مي هو حاجه نقدر نقولوها المستشفى الجامعي راه يعني في طريق صحيح. لا هذه لجنه التفتيش جات واحد الوقت عندها من 6 شهور بون درت العمل تاعها ويعني انا ما على باليش يعني كيلسون لي كيما يقولوا اخر لي كونكلوزيون دو لا كوميسيون مي جو نسي با لكان سا ان رابور افيك 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 مي هذيك عندها قديمه هذه عندها واحد 6 شهور اي تو سا وجاو وخدموا يعني وما قالوا لنا حتى شيء على هذيك صدير لي ريزون انا ما نعرفهمش جو جو بونس هذه تاع التسيير صدير القريب والبعيد يعرف باللي الحمد لله يعني التسيير كان ومام لي شوز يعني اللي درناهم يعني راهم في الميدان. في جو جنائزي مهيب شيع اليوم بالمقبرة البلدية ببشار جثمان الراحل صالح صويلح رئيس الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين الذين وفى ثمانية أمس إثر معاناة طويلة مع المرض. الجنازة حضرها قياديون في الاتحاد وممثلون عن الفروع الولائية وجمع غفير من المواطنين الذين عرفوا المرحوم واشتغلوا إلى جانبه في هذا التنظيم الذي رفع للتجار والحرفيين بعدما قضى سنوات طويلة على رأس الاتحاد. المرحوم هذا كرس حياته سمح في بلاده في ناسه وكرس حياته على الجزائر هذه رغم ما كان مي الشيء اللي داروا من اجل البلاد هذه ربي هو اللي يشهد والعبد يشهد. انا فعلا ذو قلب يعني صافي ووافي وكان يعني من خيرة الناس اللي قدموا مختلف ما يملكون لهذا الاتحاد. وخلى بصمة كبيرة وخلى فارق كبير 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 في الاتحاد ونطلبوا له الرحمة والغفران إن لله وإن إليه راجعون. بالنسبة للضمان الاجتماعي غير أجارة يعني هو كان بريزيدون دو كونسي دادمينستراسيون وقام شيء كبير يعني بالنسبة له. احنا نعتبروه من العائلة نتاعنا هذا هو الشيء اللي جينا له لهنا وإن شاء الله كل العائلة اللي راهي لهنا وكل الإخوان اللي راهم لهنا من العائلة نتاعو الله يرحمه ويوسع عليه. باسمي وباسم الزملاء وباسم الاتحاد العام للتجار الحرفيين نشكر كل من جاء آزر هذا العائلة ومن جاء وقفة راجل مع هذا المجاهد والمناضل. احنا اليوم متألمين كثير وإن لله وإلى راجعون. رحم الله الفقيد واسكنه فسيح جناته وألهم ذويه جميل الصبر والسلوان. نصل الآن إلى جولة أخبار رياضة يلتحق بنا الزميل علي جعفر أبي أمير خالد. أهلا بك علي جعفر. مرحبا بك أمين شكرا جزيلا لك وشكرا ومرحبا رزيقا كذلك. شكرا مرحبا جزيلا. علي ألف مبروك. ألف مبروك. شكرا بالمولد الجديد. شكرا جزيلا. شكرا وحمل اسم شقيق الأكبر خالد تخليدا لاسمه رحمه الله. إذن في أخبار رياضة علي نبدأ بعد إقصاء اتحاد الجزائر من منافسات كأس الأمير زايد يدير ظهره النادي العاصمي إلى البطولة أو وجه بوصلته إلى البطولة والكأس. نعم إلى البطولة والكأس أمين. إذن اتحاد العاصمة الذي فاز بثنائية لم يتمكن من المرور باعتباره خسر مع ضيفه المريخ السوداني بالسودان بالخرطوم برباعية نظيفة. تقرير الموالي يفصل في الموضوع. بعد مباراة شدت أعصاب أنصار السوسطالة غادر اتحاد العاصمة مبكرا منافسة كأس زايد للأندية الأبطال رغم فوزه في لقاء العودة بهدفين دون رد على المريخ السوداني. هدفين لم يكونا كافيين للرجوع في النتيجة الإجمالية للقاء بما أن رفقاء مزيان كان ينقصهم هدف واحد للعبور للدور ربع نهائي من المنافسة. On a mis ce qu'on pouvait sur le terrain. On s'est créé des occasions, mais le football, c'est les mettre au fond. C'est dommage. Il y a manqué de brin de réussite. L'adversaire aussi a défendu. Voilà. Donc c'est une déception la non qualification, mais le contenu est prometteur. أصحاب الزي الأحمر والأسود والذين دخلوا اللقاء منقوصين من عدة لاعبين لأسباب متعددة. فالإصابة غيبت زيماموش وإبارة. أما شافعي فاختار التمرد على الجامع عشية لقاء مهم.
أما من حضر فقلة منهم كانوا في المستوى المطلوب في صورة مزيان شيتا وعرجي. أما اللاعب الذي خطف الأضواء في اللقاء فكان المهاجم أمين حامية الذي تفنن في تضييع الفرص وسط استغراب الجميع وأولهم مدربه فروشي. Il a pas eu de réussite. Et quand on a un avant-centre, un attaquant qui a pas de réussite, bon, c'est vrai qu'on peut le sortir, mais aussi on peut le laisser parce que Amia nous a sorti la victoire contre le CSC. Donc on se dit, voilà, il y a un ballon qui peut traîner. On savait que sur la fin, on allait prendre un maximum de risques et de centrer. Donc on voulait avoir deux hommes forts dans les 16-50. Voilà, c'est le choix. Vous pouvez me dire qu'il est mauvais et je vous l'accorde, il a été mauvais puisqu'il n'a pas concrétisé. Donc c'est raté pour moi. ورغم مرارة الإقصاء إلا أن أنصار الاتحاد لا يزالون يأملون أن يتدارك فريقهم فيما تبقى من المنافسة وإعداد العدة من أجل تحقيق الأهداف المتبقية والبداية بتدعيم الفريق بلاعبين ذوي مستوى جيد وتسريح من أثبتوا فشلهم في اللعب لناد مثل اتحاد العاصمة. علي الرابطة واللفافي واصلنا ارتكاب الأخطاء المتكررة. نعم رزيقة، أخطاء مرتكبة من قبل مكتبي الرابطة والاتحاد خلفت ردود فعل كثيرة آخرها وليس آخرها قضية عدم تقديم الدعوة لفريق رائد القبة لحضور حفل قرعة الكأس رغم تأهله إلى الدور القادم، بالإضافة إلى استقالة الأمين العام للرابطة بعد أيام من تعيينه. قيل إن اجتماع الخامس من ديسمبر الماضي بين رؤساء الأندية والاتحادية ورابطة كرة القدم المحترفة هي محطة لخلق التوافق وفتح صفحة جديدة في كرة القدم المحلية، غير أن مرور أيام معدودة فقط كشفت أن المشكلة أعمق من الاجتماع والتواصل والحديث، بل يتمحور في احتمالين: أولهما تغلب المصلحة الشخصية على المنفعة العامة، وهو ما ينطبق على هيئة مدوار الذي يرفض التعلم من أخطائه السابقة وظل مستميتا في المواصلة بالانفراد في اتخاذ القرارات، ما كلفه هزة أخرى تؤكد أن طريقة تسييره للهيئة الكروية فيها اختلالات كبيرة، خاصة بعد استقالة الأمين العام الجديد من منصبه بعد أسبوع فقط من تعيينه، وذلك بسبب عدم اتضاح الرؤية لهذا الأخير حول مهامه، إضافة إلى تجاهله من طرف الرئيس الذي يأبى أيضا في رسم الخارطة الجديدة المقدمة من طرف عضو الرابطة جمال مسعودان التي تحتوي على تعيين لمختلف اللجان والاتفاق حول نائب الرئيس. هي نقاط تؤكد كلها أن حاجة في نفس مدوار لا يريد الكشف عنها. أما النقطة الثانية فتتعلق بالاتحادية التي سقطت خلال حفل قرعة كأس الجزائر بعد أن نسيت أو تناست تقديم الدعوة لفريق متأهل وهو رائد القبة، والأدهى والأمر من ذلك أنه حتى حينما حاولت إدارة الفريق تدارك الأمر بالتنقل إلى مقر الحفل منع الممثلون من الدخول بحجة عدم امتلاكهم لبطاقة الدعوة لتصب بذلك الزيت على النار، وهي التي خرقت أحد قراراتها حينما سمحت لرئيس فريق مستقبل شباب بلدية ودسلي بالحضور وهو الذي لم يستنفذ بعد عقوبة إيقافها. ليطرح التساؤل للمرة الألف: هل أخطاء الاتحادية متعمدة أم ناجمة عن نقص خبرة أو هي انعدام للكفاءة أم هي أسباب ثلاثة مجتمعة في الهيئة العاجزة عن ضمان ظروف أفضل لنفسها؟ إلى كأس العالم المصغر أو كما تسمى دوري أبطال أوروبا والمنافسات القوية على جعل. فعلا أمين، المباريات الجولة السادسة التي انطلق منها مباراتان اثنتان قبل قليل، وفيما تتصدر قمة ليفربول مع نابولي وبرشلونة مع توتنهام مباريات سهرة اليوم من سادسة جولات دور المجموعات لرابطة الأبطال. في هذه الأثناء غالاتاساراي التركي متعادل مع بورتو أو منهزم أمام بورتو بهدف مقابل هدفين، وسجل هدف غالاتاساراي الوحيد لحد الآن في غولي من ركلة جزاء، فيما ضيع قبل لحظات ركلة الجزاء الثانية. إذن النتيجة لحد الآن ثلاثية مقابل هدفين لصالح بورتو وزملاء الجزائري ياسين إبراهيمي. إذن بدوري الأبطال نختم الفقرة الرياضية، شكرا لكم على المتابعة وأعود بكم إلى رزيقة وأمين. شكرا لك علي، شكرا. وبالرياضة نطوي بدورنا أوراق زير اليوم لنهار اليوم. هيدينا شكرا على طيب المتابعة وإلى اللقاء. إلى اللقاء.